اعتمد مجلس الوزراء عطله الاعياد الوطنيه من الخامسه والعشرين من فبراير الى الخامسه من مارس أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن مجلس الوزراء وافق على تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من فبراير وحتى يوم الخميس الموافق الثالث من مارس بمناسبة عطلة العيد الوطني ويوم التحرير وعطلة ذكرى الإسراء والمعراج بحيث تكون أيام الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء أيام راحة ويكون يوم الخميس يوم عطله رسميه على ان يستانف الدوام الرسمي يوم الاحد الموافق السادس من مارس